فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظكم الله: هل من كلمة توجيهية للذين يتساهلون عن تكبيرة الإحرام وعن التبكير في الحضور إليها؟ لا شك أنهم فاتهم خير كثير، وربما أنهم يتساهلون في التأخير حتى تفوتهم الصلاة، لأن الشيطان يتدرج بهم فلا يعودوا أنفسهم التأخر، يبادرون للصلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.